بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. متابعي الكرام، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد بلقائكم اليوم في هذا الموعد الجديد. نواصل مع سلسلة التحضير لاختبارات الفصل الثاني، اليوم مع موضوع خاص بتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي، شعبة آداب وفلسفة وكذلك لغات أجنبية. كما يمكن لتلاميذ الشعب العلمية الاستفادة من هذا الموضوع لأنها وحدة مشتركة بين جميع الشعب، وهي مرتبطة بوحدة الحكمة والفلسفة في الشعر في العصر العباسي لشاعر من أشهر شعراء الحكمة، الشاعر الحكيم أبو الطيب المتنبي. إذا نبدأ أولا بالتعرف على مضمون النص، ثم نبين أهم المعاني وشرح المفردات المرتبطة بهذا الموضوع، بعد ذلك نتعرف على أسئلة هذا الموضوع والإجابة النموذجية. إذا نبدأ أولا بقراءة السند. قال أبو الطيب المتنبي: ولقد رأيت الحادثات فلا أرى يققا يميت ولا سوادا يعصم، والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، والناس قد نبذوا الحفاظ فمطلق ينسى الذي يولى وعاف يندم، لا يخدعنك من عدو دمعه وارحم شبابك من عدو ترحم، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، يؤذي القليل من اللئام بطبعه من لا يقل كما يقل ويلأم، الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، ومن البلية عدل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم، ومن العداوة ما ينالك نفعه ومن الصداقة ما يضر ويؤلم، والوجه أزهر والفؤاد مشيع والرمح أصمر والحسام مصمم، أفعال من تلد الكرام كريمة وفعال من تلد الأعاجم أعجم. إذن هذا فيما يتعلق بقراءة النص. نأتي الآن لشرح أهم المفردات الصعبة والمعاني الواردة فيه. يقول الشاعر في البيت الأول: ولقد رأيت الحادثات فلا أرى يققا يميت ولا سوادا يعصم. الحادثات هي حوادث الدهر ومصائبه، يققا وهو البياض في الشعر، فهنا يبين الشاعر أن حوادث الدهر والمصائب لا تحفظ من الموت، فقد يعيش الشيخ والبياض في شعره فلا يمكن أن يوجب هذا البياض الموت، وكذلك قد يموت الشخص والسواد يعلو رأسه، فالسواد لا يحفظ كذلك من الموت، وهنا يشير أنه قد يعيش الشيخ والبياض يعلو رأسه، وقد يموت الشاب والسواد يعلو رأسه، وبذلك هنا يبين أن حوادث الدهر لا تحفظ من الموت، سواء للشاب الذي يعلو رأسه السواد أو للشيخ الذي يعلو رأسه البياض. في البيت الثاني: والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم. يخترم بمعنى يقتطع ويستأصل، وناصية بمعنى شعر مقدمة الرأس، فهنا يشير الشاعر إلى أن الهم يذيب الجسم وينقصه حتى يموت الجسم نحافة، إذن الهم يصيب الجسم بالنحافة. وتبيض ناصية الصبي أي يبيض شعر الصبي ويهرم، ومعناه أن هذا الشيب حصل بسبب الهم، إذن هذا الكبر وهذا الشيب الذي حصل لهذا الصبي هو بسبب الهم. في البيت الثالث: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. وهنا يبين أن العاقل إنسان شقي، وإن كان في نعمة وهي نعمة العقل والتفكير، لأنه يفكر في عاقبة الأمور وعلمه، فهو يشقى بهذه النعمة وهي نعمة العقل والتفكير، أما الجاهل فهو ينعم في الشقاوة، إذن هو شقي لأنه ليس لديه نعمة العقل ولكنه ينعم في هذه الشقاوة لغفلته وقلة تفكيره. في البيت الرابع: والناس قد نبذوا الحفاظ فمطلق ينعم
ينسى الذي يولى وعاف يندم. نبذوا بمعنى ألقوا وطرحوا وتركوا، عاف من العفو عند الإساءة أو العفو عن الإساءة. مطلق هو الذي يطلق الأسير، إذن هنا إطلاق الأسير. فهنا يبين أن الناس لم يحافظوا على الحقوق ولم يراعوا الحرمات وتركوا كذلك العرفان بالنعم. فالمطلق من الإيسار ينسى إحسان مطلقه، وكذلك الذي يعفو عن مجرم ومسيء أو مسيء يندم لأنه لا يشكر على صنيعه. في البيت الخامس: لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. إذن هنا يشير الشاعر إلى أنه لا يجب أن ننخدع ببكاء العدو، وأن يرحم الإنسان نفسه من هذا العدو، لأنه إذا ظفر به لم يبقي عليه، يعني أن هذا العدو إذا ظفر بهذا الإنسان لن يرحمه ولن يبقي عليه، ولذلك يجب أن لا ينخدع ببكاء هذا العدو. في البيت السادس: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. وهنا يشير إلى أن الإنسان الشريف لا يسلم شرفه من الأذى، من أذى الحساد والمعادين له، حتى يراق الدم، أي أنه حتى يقتل أعداءه وحساده، فإذا أراق دماءهم سلم شرفه. لماذا؟ لأنه يصير مهيبا قويا لا يتعرض له هؤلاء الحساد وهؤلاء الأعداء. في البيت السابع: يؤذي القليل من اللئام بطبعه، من لا يقل كما يقل ويلؤم. القليل هنا بمعنى الخسيس الحقير، فهنا يشير الشاعر إلى أن الإنسان اللئيم مطبوع على الأذى، إذن هو يؤذي لأنه إنسان لئيم، فهذا الإنسان اللئيم الحقير الخسيس يؤذي الإنسان الكريم. لماذا يؤذيه؟ لأنه لا يوجد مشابهة بينهما، فهو ليس مثله قليل، أي ليس مثله حقير، ليس مثله لئيم، لذلك يؤذيه. يقول الشاعر في الشطر الثاني: من لا يقل كما يقل، أي أنه ليس مثله قليل، أي خسيس ولئيم وحقير. في البيت الثامن: الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وهنا يشير إلى أن الناس قد طبعوا وفطروا على الظلم، فإذا رأيت إنسانا عفيفا لا يظلم فإنه ترك هذا الظلم لعلة فيه، كالخوف كذلك أو العجز نحوهما. والشيم بمعنى الخليقة والطبيعة. في البيت التاسع: ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهمي. عذل بمعنى لوم، يرعوي بمعنى يكف عن الأمر ويقلع عنه، وكلمة الغي بمعنى نقيض الرشد، أي أنه جاهل. ويقصد الشاعر في هذا البيت أنه من البلية التي يبتلى بها الإنسان أن يلوم هذا الجاهل الذي لا يرجع عن جهله، إذن هنا لا يمكن أن نلوم هذا الجاهل حتى يرجع عن غيه وجهله. فخطابه هو خطاب من لا يفهم، إذن إذا خاطبته فأنت تخاطب من لا يفهم، من لا يفهم ما تقول لجهله وغيه. في البيت العاشر: ومن العداوة ما ينالك نفعه، ومن الصداقة ما يضر ويؤلم. فالشاعر يقصد هنا أن عداوة العاقل خير من صداقة الجاهل، فإذا كان العدو عاقلا يمكن أن تنتفع بهذه العداوة، وإذا كان الصديق جاهلا يمكن أن تتضمن هذه الصداقة مضرة وشر. في البيت الحادي عشر: والوجه أزهر والفؤاد مشيع والرمح أصمر والحسام مصمم. إذن مشيع بمعنى جريء، أما مصمم فهو الذي لا ينجو من الضربة. فهنا يبين الشاعر أنه إذا التقى بأعدائه وقاتل وحارب فإن وجهه أزهر وفؤاده جريء ورمحه يطعن به وسيفه مصمم، أي أنه قاطع لا ينجو أحد من ضربته. فهنا يبين الشاعر قوته وشجاعته في محاربة وقتال الأعداء. في البيت الأخير: أفعال من تلد الكرام كريمة، وفعال من تلد الأعاجم أعجم.
هنا يبين الشاعر أن العقل يشبه النسب، فمن كرمت مناسبه كرمت أفعاله، وعلى الضد من هذا، من كان لئيم النسب كان لئيم الفعل، والأعاجم عند العرب لئام، لذلك هنا بين أن أفعال الأعاجم لئيمة مثل نسبهم. كان هذا فيما يتعلق بشرح أهم المفردات الصعبة والمعاني الواردة في هذه القصيدة. نأتي الآن للتعرف على أهم الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع وكذلك الإجابة النموذجية. نبدأ أولا بأسئلة البناء الفكري. السؤال الأول: اشرح البيت الأول وهل تلمح تجديدا في مطلع القصيدة؟ وضحه. السؤال الثاني: طبع الناس أو طبع الناس أفسد ذوق الحياة، فما هي حسب النص محطات الفساد؟ السؤال الثالث: استخرج من النص ما يتوافق مع قول ابن المعتز: وحلاوة الدنيا لجاهلها ومرارة الدنيا لمن عقل. السؤال الرابع: قيل النص مرآة لواقعه، فما ملامح الوضع الاجتماعي الذي يعكسه النص؟ السؤال الخامس: إلى أي نمط تحيل النص؟ اذكر مؤشرين مع التمثيل. أسئلة البناء اللغوي. السؤال الأول: إليك الألفاظ التالية: العداوة، الشقاوة، الظلم، الجهالة. إلى أي حقل دلالي تنتمي؟ السؤال الثاني: أعرب ما تحته خط في النص وبين وظيفة ما بين قوسين. إذن الكلمات المطلوب إعرابها هي كلمة دمعه في البيت الخامس، كذلك الرفيع في البيت السادس، وكذلك يراق في البيت السادس. أما وظيفة الجملة هي الجملة الواقعة في البيت الثالث: ذو العقل يشقى، إذن جملة يشقى. السؤال الثالث: اذكر مظهرين من مظاهر الاتساق واخرين من الانسجام مع التمثيل. السؤال الرابع: لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى، صورة بيانية، اذكر نوعها واشرحها واثرها وبين اثرها في المعنى. السؤال الخامس: اليك المصادر التالية: الشرف، الجهالة، الحفاظ، بين أوزانها وأفعالها. إذن هذا السؤال خاص بشعبة أدب وفلسفة وكذلك لغات أجنبية. وكذلك السؤال السادس المتعلق بالعروض، أيضا خاص بتلاميذ الشعب الأدبية. إذا قطع البيت الأول تقطيعا عروضيا وسمي بحره وحدد قافيته ونوعها مع تحديد التغييرات أو التغيرات إن وجدت. الوضعية الإدماجية. إذا النص الوضعية: اتسعت دائرة الشعر في العصر العباسي ليصور الظواهر الاجتماعية التي برزت مع السياسة الجديدة في هذه الحقبة كتعميق للفوارق وانتشار الطبقية، مما جعل الشعراء يصورون صورة المجتمع للتعبير عن همومه وآلامه. التعليم: على ضوء ذلك اكتب نصا تجيب فيه عن مفهوم الشعر الاجتماعي، ذاكرا اسباب انتشاره وخصائصه واشهر شعرائه. اذا هذا بالنسبة للأسئلة. نأتي الآن إلى الإجابة النموذجية المتعلقة بهذا الموضوع. نأتي إلى أجوبة البناء الفكري. السؤال الأول: اشرح البيت الأول وهل تلمح تجديدا في مطلع القصيدة؟ وضحه. بالنسبة للبيت الأول يقول الشاعر: ولقد رأيت الحادثات فلا أرى يققا يميت ولا سوادا يعصم. إذا بالنسبة لشرح البيت فيرى الشاعر أن الحوادث والمصائب لا تحفظ من الموت، فقد يعيش الشيخ وقد على رأسه البياض في شعره، فهذا البياض لا يكون موجبا للموت، والسواد لا يحفظ من الموت في قوله ولا سوادا يعصم. إذا سواد الشعر لا يحفظ من الموت، ويقصد أنه قد يعيش الشيخ ويموت الشاب، وبذلك فإن سواد الشعر لا يحفظ من الموت وليس بياض الشعر دليل على قرب الموت. إذن هذا بالنسبة لشرح البيت. نلمح فيه تجديدا، إذن الجزء الثاني من السؤال: هل تلمح تجديدا في مطلع القصيدة؟ إذن نعم، نلمح تجديدا في مطلع القصيدة، حيث أن الشاعر لم يفتتح نصه بمقدمة طللية على عادة الشعراء القدماء، وإنما دخل مباشرة في موضوع القصيدة وهو الحكمة. إذن البيت الأول هو من باب الحكمة، أو القصيدة كلها تنتمي لغرض الحكمة، وبذلك فإن الشاعر
دخل مباشرة في صلب الموضوع وهو الحكمة دون التمهيد بالمقدمة الطللية على عادة الشعراء القدماء، والدليل على أنها حكمة هو أنها صالحة لكل زمان ومكان، أيضا أن هذا الكلام منطقي عقلي، وأيضا أنها صادرة عن صاحب تجربة وخبرة في الحياة، فالمتنبي من الشعراء الذين مروا بخبرات وتجارب في الحياة أهلتهم للنطق بالحكمة، أيضا أنها كلام منطقي. إذن عندما قال أن المصائب لا تحفظ من الموت فهذا كلام منطقي عقلي، وبذلك فهي من باب الحكمة. السؤال الثاني: طبع الناس أفسد ذوق الحياة، فما هي حسب النص محطات الفساد؟ إذن ذكر الشاعر في نصه العديد من المفاسد التي شاعت في زمانه، منها عدم حفظ الحقوق والحرمات كما يظهر في البيت الرابع في قوله: والناس قد نبذوا الحفاظ، فمطلق ينسى الذي يولى وعاف يندم. كذلك الخداع والغدر كما يظهر في البيت الخامس: لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شباب بك من عدو ترحمه. كذلك تدنيس العرض كما يظهر في البيت السادس: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. كذلك الحسد والعداء واللؤم كما يظهر في البيت السابع: يؤذي القليل من اللئام بطبعه، من لا يقل كما يقل ويلؤمي. كذلك الظلم كما يظهر في البيت الثامن: الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وكذلك الجهل كما يظهر في البيت التاسع: ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه، وخطاب من لا يفهمي. إذن هنا خطاب من لا يفهمي أي الجاهل الذي لا يكف عن غيه وجهله. كذلك العداوة كما يظهر في البيت العاشر: ومن العداوة ما ينالك نفعه، ومن الصداقة ما يضر ويؤلم. إذن هذه أهم المفاسد التي تحدث عنها الشاعر في هذا النص. السؤال الثالث: استخرج من النص ما يتوافق مع قول ابن المعتز: وحلاوة الدنيا لجاهلها، ومرارة الدنيا لمن عقلا. إذن يظهر معنى هذا البيت في قول الشاعر في البيت الثالث: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فالعاقل يشقى وهو في نعمة، نعمة العقل ونعمة التفكير، ولكنه يشقى نتيجة تفكيره وعلمه. أما الجاهل فهو في شقاوة الجهل، ولكنه ينعم لغفلته وقلة تفكيره. السؤال الرابع: قيل النص مرآة لواقعه، فما ملامح الوضع الاجتماعي الذي يعكسه النص؟ إذن في هذه القصيدة يتجلى تأثر الشاعر بالمنطق في حديثه مثلا عن الهم وتأثيره عن بنية الجسم ماديا ومعنويا. كذلك من الأمور التي تظهر في هذا النص أن أصحاب العقول الراجحة أوفياء لمجتمعهم، في حين أن الجهلاء خونة، ظالمين، مقنعين. كذلك استهداف الشرف، أن العداوة نفع والصداقة مضرة. إذن هذه بعض الأمور التي تظهر في هذا النص من ناحية الوضع الاجتماعي. ننتقل إلى السؤال الموالي وهو متعلق بمظاهر التجديد في هذا النص. إذن نضيف سؤال متعلق بمظاهر التجديد شكلا ومضمونا حسب ما ورد في النص. إذن من ناحية الشكل نلاحظ أن هناك تجديد في بناء القصيدة العربية من حيث المطلع، فلم يبدأ الشاعر هذه القصيدة بمقدمة طللية، وإنما بدأ مباشرة بالحكمة وهي الغرض الشعري لهذه القصيدة. كذلك القصيدة كلها غرض شعري واحد وهو شعر الحكمة. كذلك انتقاء الألفاظ وسهولة اللغة مقارنة بما سبق. كذلك الوحدة الموضوعية، فالشاعر تناول موضوعا واحدا. أما من ناحية المضمون فنلاحظ أن الشعراء قد تناولوا مواضيع مرتبطة بإصلاح المجتمع، كذلك الحديث عن بعض المضامين المتعلقة بالطبقية والعدالة الاجتماعية، أيضا الأخلاق. نلاحظ كذلك الميل إلى تحكيم العقل والمنطق والحكمة، وكل هذه الأمور موجودة في هذه القصيدة. ننتقل إلى السؤال الموالي وهو مرتبط بنمط النص. إذن إلى أي نمط تحيل النص؟ أذكر مؤشرين مع التمثيل. بالنسبة النمط الغالب على هذا النص هو النمط الحجاجي لطبيعة المعطى الفلسفي وكذلك الحكمة. إذن الحكمة يلائمها المنطق والعقل والحجاج، لذلك نلاحظ أن النمط الغالب على هذه القصيدة هو النمط الحجاجي، لأن
الشاعر يبين ما يعيشه الإنسان العاقل. إذن أصحاب العقول الراجحة كيف يعيشون في هذا المجتمع المليء بالمفاسد، ولذلك مال إلى المقارنة وكذلك إلى الموازنة في هذه القصيدة. إذن من بين مؤشرات النمط الحجاجي في هذا النص نجد تغليب العقل والمنطق وهو وارد في هذا النص، كذلك الحكمة بما أن القصيدة من غرض الحكمة، كذلك اعتماد المقارنة والموازنة في حديثه مثلا عن الصداقة والعداوة، كذلك في حديثه عن نعمة العقل وكذلك الجهل وغيرها من الأمثلة الأخرى. كذلك نجد أدوات النفي وأيضا أدوات الشرط والتوكيد وكلها مؤشرات للنمط الحجاجي. إذن هذا فيما يتعلق بأجوبة البناء الفكري. ننتقل الآن إلى أجوبة البناء اللغوي. السؤال الأول: إليك الألفاظ التالية: العداوة، الشقاوة، الظلم، الجهالة. إلى أي حقل دلالي تنتمي؟ إذن تنتمي هذه الألفاظ إلى حقل الجهلاء. ونلاحظ أن في النص يوجد حقل آخر مضاد لهذا الحقل وهو حقل العقلاء في حديثه عن أصحاب العقل وغير ذلك. السؤال الثاني: أعرب ما تحته خط في النص وبين وظيفة ما بين قوسين من الإعراب. إذا لدينا الكلمة الأولى: لا يخدعنك من عدو دمعه. إذا دمعه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ولها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. الرفيع في البيت السادس: لا يسلم الشرف الرفيع. إذن الشرف الرفيع صفة مرفوعة وعلامة رفعها ضمة ظاهرة على آخرها. إذن الرفيع هو وصف للشرف، وبذلك فهو نعت أو صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. ثم حتى يراق: يراق فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أما بالنسبة لإعراب الجمل: الجملة يشقى في البيت الثالث: ذو العقل يشقى. إذن ذو العقل، إذن هنا لدينا مبتدأ، ذو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والعقل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. يشقى إذن جملة فعلية واقعة بعد المبتدأ وهي الخبر، إذن جملة الخبر. إذن يشقى جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ ذو. إذن هذا بالنسبة لإعراب الجمل وكذلك إعراب المفردات. السؤال الثالث: أذكر مظهرين من مظاهر الاتساق وآخرين من الانسجام مع التمثيل. إذن يوجد مظاهر عديدة للاتساق والانسجام في النص، فلدينا الضمائر مثل ضمائر الغائب وضمائر المخاطب، مثل الضمير المستتر هو في الفعل يخترم يهرم الذي يعود على الهم وهو إحالة قبلية، كذلك كاف الخطاب لا يخدعنك، أيضا الإحالات القبلية والبعدية الموجودة في النص مثل قوله ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، الهاء تعود على ذو العقل هي إحالة قبلية. كذلك في البيت الخامس: لا يخدعنك من عدو دمعه. إذن دمعه الهاء تعود على عدو وهي أيضا إحالة قبلية، وغيرها من الأمثلة الواردة في النص بالنسبة للإحالة. هنا كذلك الروابط اللفظية مثل حروف العطف، أدوات التوكيد وغيرها مثل قوله ولقد، كذلك والناس، أيضا تكرار النفي في قوله لا يخدعنك لا يسلم، إذن التكرار كذلك من الروابط، أيضا حروف النفي كذلك من الروابط. لدينا كذلك التكرار مثل تكرار كلمة ذو العقل، كذلك الجهالة والجهل، الظلم، وأيضا تكرار النفي وغيرها من الكلمات الأخرى. إذن هذه الكلمات المكررة تفيد التوكيد وكذلك الربط بين أجزاء النص. لدينا كذلك التضاد مثل قوله ذو العقل، أخو الجهالة، النعيم والشقاوة، أيضا العداوة والصداقة. إذن هنا التضاد يربط كذلك بين أجزاء النص. إذن هذا بالنسبة لمظاهر الاتساق. ولدينا مظاهر الانسجام منها الوحدة الموضوعية، فالشاعر تناول موضوعا واحدا وبذلك نجد الوحدة الموضوعية كرابط معنوي في هذه القصيدة.
تجد كذلك تسلسل الأفكار وترابطها، وهذا دليل على انسجام هذه الأفكار فيما بينها. إذا هذا بالنسبة لمظاهر الاتساق والانسجام التي نجدها في هذا النص. السؤال الموالي: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى صورة بيانية، أذكر نوعها واشرحها وأثرها في المعنى. بالنسبة لهذه الصورة البيانية فهي عبارة عن استعارة مكنية، لأن الكلام لم يأتي على الحقيقة بل جاء على المجاز. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، إذن صار الشرف يتأذى وهو أمر معنوي، فجعله مثل الأمر المحسوس يتأذى. إذن شبه الشرف بأمر مادي يتأذى، فحذف المشبه به وترك قرينة دالة عليه وهي الأذى على سبيل الاستعارة المكنية. أثرها في المعنى فقد جسدت المعنوي في صورة المحسوس، وكذلك توضيح المعنى وهو تدنيس الشرف. السؤال الخامس: إليك المصادر الآتية: الشرف، الجهالة، الحفاظ، بين أوزانها وأفعالها. إذن المصدر الأول شرف على وزن فعل من الفعل شرفا، المصدر الثاني الجهالة على وزن فعالة من الفعل جهلة، جهالة فعالة، ولدينا المصدر الثالث الحفاظ على وزن فعال وهو من الفعل حافظ، إذن فعل رباعي، حافظ، حفاظ على وزن فعال، ونستطيع أن نقول محافظة على وزن مفاعل. إذن هذا بالنسبة لإجابة السؤال الخامس. نضيف هنا كذلك سؤالا متعلق بالمحسنات البديعية: لدينا محسن بديعي في البيت الثالث، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لدينا هنا مقابلة بين شطري، والمقابلة من المحسنات المعنوية، وبذلك فغرضها توضيح المعاني، بالأضداد تتضح المعاني. السؤال الموالي متعلق بالتقطيع العروضي وهو خاص بالشعب الأدبية: قطع البيت الأول تقطيعا عروضيا، وسمي بحره، وحدد قافيته ونوعها مع التغييرات، مع تحديد التغييرات إن وجدت. بالنسبة للكتابة العروضية: كل ما ينطق يكتب، ما لا ينطق لا يكتب. إذن ولقد رأيت تبقى كما هي، رأيت الحادثات، ألف الوصل تحذف، فلا أرى تبقى كما هي، يققا نضيف النون في الأخير الموافقة للتنوين، يميت تبقى كما هي، ولا سوادا أيضا تبقى كما هي، يعصم نضيف الواو، واو الإشباع في الأخير الملائمة للضمة. ثم نضع الرموز العروضية والتفعيلات. إذا تفعيلات هذا البيت أو هذه القصيدة هي تفعيلات بحر الكامل: متفاعل، 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 متفاعل. إذا هذه هي التفعيلات وهي تفعيلات بحر الكامل، إذا القصيدة من بحر الكامل. ثم نحدد القافية، القافية هي يعصم، إذا القافية تحدد من آخر ساكن إلى الساكن الذي قبله مع المتحرك الذي قبل الساكن، وبذلك فهي كلمة يعصم. إذا هذا بالنسبة للقافية. أما نوعها فهي مطلقة، لأن حرف الراوي متحرك وهو الميم، إذا الميم متحركة وبذلك فهي قافية مطلقة. أما التغييرات التي نجدها في تفعيلات هذا البحر فهي تسكين الثاني المتحرك، إذا أصبحت متفاعل بدل متفاعل وهو زحاف الإضمار، تسكين الثاني المتحرك. إذا هذا بالنسبة لأجوبة البناء اللغوي. كذلك بالنسبة للوضعية الإدماجية، الحديث عن الظواهر الاجتماعية أو الشعر الاجتماعي في العصر العباسي، تعريفه، كذلك أسباب انتشاره، خصائصه، وأهم شعرائه. وهذه الوضعية موجودة في موضوع مستقل على القناة، يمكن العودة إليه. إذا هذا بالنسبة لهذا الموضوع. أتمنى للجميع الاستفادة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.